فوائد الأعشاب هي تبتدئ من أول عشبة وهي حبة السوداء. عندنا بالعراق تنزرع الحلبة، تنزرع عندنا الهندباء البرية ويسموها مريمرة، أهل الوسط وأهل الجنوب اسمها العلمي هي المريمرة، هي اسمها طرخشون. هذه المريمرة يعني الله سبحانه وتعالى وضع بها هواية شغلات، هي تنمو بكل مكان. هو علم طب، شنو فوائد؟ هو طب، والطب الحديث 70% من مكوناتها هي من الأعشاب، و30% مواد كيميائية. والعالم اتجه إلى طب الأعشاب قبلنا، إحنا اهملناه. ولذلك تشوف قبل كانوا المحدودين بيداوون بالأعشاب. والله هواي اكو أعشاب يفيد بعض الأمراض، اكو بعض الأمراض ما طبعا ما يفيدها أعشاب. مثلا عندنا لا سمح الله السرطانات، عندنا أمراض الأنف، الأذن، العين، ما نستخدم أعشاب بها لأن شوية صعبة، لازم واحد يراجع طبيب. عندنا الحصول المرارة، الحصول المرارة صعب، لازم استئصال عملية، فما يصير نعطيها أعشاب. اكو بعض الأعشاب يفيد للكلى، للمجاري البولية، لأمراض الصدر، للقحة، للفلاونزا. مثلا عندنا مقوي شعر، هاي الأمراض الجلدية، بعض الأمراض الجلدية الصدفية والأكزيما ما لها علاج عالميا، ما لها علاج، بس اكو بعض الأعشابين يعطون علاج.